ما شاء الله الكل ايضا متواجد على بركه الله وتوفيقه، على بركه الله وتوفيقه. ينطلق شوط اخر، ينطلق اداء اخر مع صندوق الوثبه للفتامين. الشوط الثالث، البكار البكار، اشوف الهندسي يبي يهندس نقطه اخرى بعدما هندس النقطه الاولى. يا سلام، هنا مرعوشه سيف بن سعيد الهندسي، الهندسي يا الهندسي، يا الهندسي مع الاس والاتش. الله على الشعار الجميل، على هذه الحروف المميزة الصباحية. المركز الثاني، المركز الثاني اللي قادم مين؟ الشاهينية، ياسر بن حسن المهري. ياسر، يا بن حسن، يا بن حسن، يا بن حسن، وصل بن مصبح، وصلت مراكش لعلي بن مصبح المنصوري. يا علي، يا بن سعيد، يا بن مصبح، يا المنصوري. الله، مشاركاتك جميلة في كل شوط حاضر. هذا ما يدل انك ايضا بالمصبح راعي انتاج في هذا الموسم قوي. ما شاء الله، يستاهلون الشباب. الهندسي في الصداره، بالمصبح في المركز الثاني. اين هذه النقطه القاليه؟ اين هذه العزب؟ اشوف الهندسي، اشوف الهندسي بدا يهندس الشوط مره اخرى بطريقته الخاصه، بادائه الخاص. بعدما شفنا متعب في الشوط الاول، ياتي بمرعوشه، وهذه الاسم الجميل مرعوشه. مرعوشة ذكرتنا بأسامي، بأسامي صالت وجارت. هذه الأسامي التراثية الجميلة يأتي بها الآن مرة أخرى سيف بن سعيد الهندسي بالمركز الأول. شوفوا 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 الحركة، شوفوا الأداء، شوفوا الانطلاق، شوفوا مشاهدينا. ما شاء الله تبارك الرحمن، الأداء جميل. صدرت الأوامر، صدرت الأوامر، وراح الهندسي بالنقطة الثانية على التوالي. النقطة الثانية على التوالي، ما شاء الله. أعطنا المسافة يا أبو يوسف، وارجع سريع إلى الصدارة، ارجع لنا سريع إلى الهندسي، إلى أبو سعيد. صبحك بالخير مرة أخرى بالنقطة الثانية على التوالي. نازل بقوة ما شاء الله، نازل بقوة السنة ما شاء الله. لك التحية، سلام لسعيد بن سيف، سيف بن سعيد الهندسي على هذا الأداء. المركز الثاني وصلت هناك لزايد بن علي بن محمد بن عبيد المزروعي، فاجأت باللحظات الأخيرة. المركز الثالث لعلي بن مصبح المنصوري، والتوقيت الزمني 2:17:53، 2:17:53. تهانين.